السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. تكلمنا في الفيديو قبل هذه حول الناسخ والمنسوخ في القرآن، واخذينا فكرة على معنى هذين الكلمتين. فما بعض الأخوة سألوني باش نتكلم عن الأحرف في القرآن. كثير من المسلمين لا يفهمون معنى الأحرف، حتى وقت يمشي ويسألوا العلماء متاعهم إيش يقولون لهم، يقولون لهم راهي الأحرف هي مجرد لهجات لا تغير شيء في المعنى. بالطبع علماء المسلمين بين قوسين يعطيوهم فكرة غلطة ويفهموهم إن القرآن لم يتبدل، وهذه حقيقة يعني خاطئة 100%. اللي يدرس تاريخ القرآن حتى ضمن المصادر الإسلامية يتأكد إن القرآن في الأول نجم قولوا القرنين الأولانيين كان ياسر داخل بعضه من جميع الجهات. المهم احنا باش نذكروا حديثين يعني معروفين ويعتبروا معناتها من أعلى درجة الصحة، ثم نذكر آية قرآنية ونذكر وجهة نظر العلماء في مسألة الأحرف وشنو رأيهم في هذه المسألة. القصة الأولى تحكي على عمر، قال كان ماشي مرة سمع واحد أحد الصحابة اسمه هشام يقرأ في سورة الفرقان بطريقة مختلفة على يعرفها هو. يا أخي مشالو قالوا كيفاش تقرأ في سورة الفرقان بالطريقة هذه، رو أنا محمد علمها لي بطريقة أخرى وكان مشي يتعارك معاه. لكن في الأخير عمر مشى لمحمد وسأله، قال له يا محمد رو فما أحد الصحابة يقرأ في القرآن بطريقة غير اللي علمتها لي. يا أخي قال له محمد برا مشي عيط له، مشى عمر عيط له. يا أخي جاء قدام محمد، يا أخي قال له محمد أقرأ لي السورة، فبدأ يقرأ فيها. بعد لكم القراها قال له محمد هكذا أنزلت. ثم قرأ عمر سورة الفرقان بالطريقة اللي يعرفها، قال له محمد بعد لكم القراها هكذا أنزلت. ثم قال محمد إن القرآن معناتها نزل بسبعة أحرف. هذا حديث أو حادثة معناتها موثقة وصحيحة عند علماء المسلمين. فما حديث آخر يحكي على محمد قال لك كان يجيه جبرائيل ويقول له القرآن أو السورة أو الآية، ثم محمد يقول له زيدني، يعاود يقرأ له السورة أو الآية بطريقة أخرى بلهجة أخرى، وهكاك إلى سبعة طرق للقراءة. ومحمد ما كانش عنده مشكلة على حسب المصادر الإسلامية، ديما راني نتكلم على حسب المصادر الإسلامية. أنا الهدف متاعي أن المسلم يفهم دين ربه، يفهم الكداء الدين اللي هو يؤمن به ويفهمه على حسب القواعد الصحيحة. ما نحبش معناتها نجيب حاجات غلطة ولا نتكلم على حاجات يعني شاذة وليس معناتها فيها إجماع. إذن محمد كان معناتها متساهل في المسألة هذه، ويعتبر أي إنسان يعني يقرأ القرآن بالطريقة اللي هو يراها مناسبة ليه تعتبر صحيحة. كان محمد مثلا يقول آية قرآنية أو سورة والشخص يكون من منطقة معينة فيحفظ السورة بطريقة اللهجة اللي هو يعرفها. لهذا كما قلت لكم علماء المسلمين بين قوسين اختلفوا في معنى الحروف، فبعضهم قالوا المقصود بها هي لغات، والبعض الآخر قال المقصود بها هي لهجات. والاختلاف نتاع العلماء تجاوز معناتها تقريبا 30 رأي، حتى فما بعضهم يوصلوا إلى 50 رأي. احنا مانيش باش نتكلموا على كل الآراء، وإنما باش نتكلموا على أهمها. احنا نعرفوا أن القرآن يعني آية في القرآن تتكلم وتقول إن القرآن نزل بلسان عربي. إذن القول إنها لغات هي شوية هكا بعيدة شوية، رغم اللي فما يقول اللي القرآن نزل بلغات أخرى غير اللغة العربية، يعني بلغة فارس، بالفرس، الفارسية، والحبشية، والبيزنطية وغيرها.
ولكن الآية القرآنية اللي في القرآن تقول إن القرآن نزل باللغة العربية يعني تنفي هذا الادعاء. ولكن يبقى الرأي الآخر الذي يقول المقصود باللغات هي اللهجات. وإحنا عندما نرجع للجزيرة العربية قبل الإسلام كانت هناك عديد من اللهجات، بل بعض اللهجات تعتبر معناتها كأنها لغات مستقلة في طريقة النطق وفي طريقة الكلام، يعني طريقة مختلفة جدا. عندك أهل اليمن يتكلموا بطريقة، قريش يتكلموا بطريقة، قبائل أخرى فهمت تتكلم بطريقة أخرى، وكل واحد عنده طريقة في الكلام. وكانوا الصحابة أو الأشخاص اللي يجيون محمد وتحفظوا القرآن يحفظوها بالطريقة اللي هما يعرفوها وباللهجة اللي هما يعرفوها. احنا نعرفوا اللي حتى توا في الدول العربية بين قوسين، فما شكون ينطق القاء قا، فما اللي ينطقها اي، فما اللي ينطقها جي، مثلا يقول قلي، مثلا قلي قلي، فهمت؟ يعني فما هذا اختلاف موجود في النطق. فما اختلافات اخرى، فما مثلا مثلا احنا مثلا في تونس نسميه الخبز خبز، تلقاه في الشرق يسميه عيش. إذن هي موجودة الخلافات بين اللهجات أو اللغات، فهمت؟ ولكن لو نرجع للتاريخ بتاع القرآن والآيات اللي تقول معناتها نزلت أو تقالت بلهجات أخرى في بعض الأحيان، الكلمة عندها معنى، فهمت؟ نفسها عندها معنى عند منطقة، في منطقة أخرى عندها معنى آخر، وإحنا هذا نعرفه سواء حتى في شمال أفريقيا أو في الشرق. ساعات احنا عندنا كلمه كما مثلا طحان، احنا في تونس كلمه خايبه، بينما في الشرق فهمت طحان هو اللي يطحن، فهمت؟ يعني هذه مساله موجوده حتى عند العرب، فما معناتها خلافات ساعات، معناتها كلمه موجوده في الشعر قبيله تفهمها بطريقه وقبيله تفهمها بطريقه اخرى. اذا القول ان الحروف لا تغير في المعنى هذا غير صحيح، فهمت؟ ولو نرجعوا معناتها المصادر الإسلامية ونقرأوا الآيات كيفاش يقرأها هذا ويقرأها هذا، صحيح فما ياسر من الآيات ما تبدلش المعنى. ووقت تمشي أنت لعالم إسلامي يعطيك هذه الآيات اللي ما تبدلش المعنى، بينما الآيات اللي تتبدل المعنى يعمل روحه ما شافهاش. المهم احنا ما نشبش ندخلوا في التفاصيل هذه، فهمت؟ على خاطر المسألة متشعبة، فهمت؟ أنا مانيش فاهم علاش هذا إله محمد ما نزلش القرآن بلغة واحدة باش تكون الأمور واضحة وتكون الأمور مفهومة. هذا يدل على أن معناتها القرآن بحد ذاته هو قرآن يعني لم يظهر إلا في عهد محمد، فهمت؟ يعني بل تجاوز عهد محمد ولم يظهر إلا من محمد. فما كثير من الآيات يعني لو نرجعوا للتاريخ نلقاها قالوها أشخاص، أو هي من أبيات شعر، أو غيرها من الأمور التي وضعت في القرآن. المهم عندما مات محمد، فهمت، في عهد محمد كان محمد يمنع كتابة الحديث، ولكن يكتب القرآن على كما نقولوا الجلود وعلى معروفة هذه يعني على حسب المصادر الإسلامية. وقتها مات محمد، أبو بكر ما حبش يكتب القرآن، حب يواصل على سنة محمد، لكن وقعت معناتها قتل لبعض حفاظ القرآن وكل شيء، واستشاروا الناس معناتها بعضهم وكل شيء، وشافوا لي القرآن بدا يضيع، فهمت؟ فجات الفكرة معناتها العمر ونصحوه واقتنع بها أنه يتم تجميع القرآن. وهنا تجميع القرآن ليس كما وقع في عهد عثمان، تو نحكيه في عهد عثمان كيفاش وقع معناتها بصفة مختصرة. ولكن عمر الذي معناتها فعله وأقنع به أبو بكر وواصل عليه بعد موت أبو بكر في خلافته، وأعطى الصحيفة ما يسمى بالصحيفة على خاطر اختلفوا بعد لجمع عمر. عمر شنو كان يعمل؟ كان كل واحد عنده حاجة مكتوبة ياخذها من عنده ويحطها. كانوا حبوا يسميوها إنجيل، من بعد قالوا لا، الإنجيل يسميوها النصارى، من بعد حبوا يسميوه مثلا التوراة ولا أصفار، قالوا لا هذا كيما متاع اليهود. في الأخير ابن مسعود قال لهم راني شفت في الحبشة معناتها كتاب مقدس اسمه الصحيفة، فسموه الصحيفة. أما كلمة قرآن سمي قرآن لأنه يقرأ، لأن في الأول متاع الدعوة الإسلامية كان أكثر شيء يقرأ ويحفظ و
صحيح كتب بعضه ولكن كان الاعتماد على القراءة والحفظ. المهم عمر وقت جمع كل ما هو مكتوب، عند ما نقول كل يعني أكثر اللي لقاه، أكيد فما حاجات ضاعوا، فهمت؟ وباعتراف عمر وباعتراف كبار الصحابة، فهمت؟ أي حاجة شوفها مكتوبة متاع القرآن. المشكل أنه كان يجمع كل شيء، مثلا الآية أو الصورة هذه تتقرأ على حسب لهجة اليمن خذاها، نفس الصورة تتقرأ على حسب لهجة قريش خذاها، كل معناتها القراءات جمعها. حتى كان يقال أن المصحف اللي جمعوا عمر كان جدا كبير، أكبر من القرآن هذا 3-4 مرات، على خاطر كان يجمع كل شيء. ولكن لا يمنع أن باعتراف جميع الصحابة أو أغلب الصحابة أن القرآن ضاع منه الكثير، هذا لا نقاش فيه. المهم أنا من لا أريد أن أدخل في التفاصيل هذه. أما بعد ما يسمى معناتها موت عمر ومعناتها جاء عثمان بن عفان للخلافة، وكانت فما الفتوحات بدأت تبعد، معناتها العراق تفتحت والشام تفتحت وكل المناطق هذيك تفتحت، فما قادة متاع جيش جاءوا لعثمان قالوا له راهو في الجيش متاعنا كل واحد يقرأ القرآن بطريقة، مع أشخاص أخرين دخلوا في الإسلام ولاو يلحنوا في الكلام ويبدلوا، ومعناتها المشكلة معناتها كل واحد ولا يقرأ القرآن بطريقة، يعني نفس السورة أو الآية كل واحد يقرأها بطريقة ويفهمها بطريقة ودخلت بعضها، على خاطر كل واحد عنده المصادر متاعه وكل واحد ما عنده شكون حفظ. مثلا كان حفظ من عند حسب لهجة اليمن، إذا تتكلم بلهجة اليمن، كان على حسب لهجة قريش تتكلم على حسب لهجة قريش. وهذا المشكل معناتها تطرح عند عثمان، ووافق عليه كثير من الصحابة. طبعا هناك من لم يوافق مثل ابن مسعود اللي القرآن متاعه هرب به للعراق وبقى مدة تقريبا 2 أو 3 قرون يتداول ثم ضاع ما نعرفوش عليه فين. المهم عثمان قرر انه يوحد القراءات. شو معناه يوحد القراءات؟ يعني انه القرآن تكتب على حسب لهجة قريش، فهمت؟ وينحي كل اللهجات الأخرى. وجمع مجموعة من الناس وقال لهم اسمع باش نجيب لكم القرآن. مشى كلم حفص بنت عمر قال اعطيني القرآن اللي جمعه عمر، وقال لهم ادرسوه وابحثوه ونحيوا التكرار ونظموه، يعني عمل كما نقولوا أرشيف، يعني باش تنظفوا هذاك الشيء الكل، يعني هو هالة من الكتابات، منها أشعار، منها أقوال أشخاص، منها أشياء هما يمكن زادوها، وقاموا بعملية حذف كل ما هو متكرر أو بلهجات أخرى، وخلاو كان اللهجة متاع قريش فقط، رغم أن اللغة العربية أو الفصحى لغة في الحقيقة كاللاتينية لم يتكلم بها أحد، فهمت؟ اللي هي معناتها تعتبر لغة عدنان، فهمت؟ يعني الناس في الجزيرة العربية حتى حد ما يتكلم باللغة العربية الفصحى إلا الشعراء ويقولون الشعر، فهمت؟ الشعراء كما مثلا اللاتينية كانت اللغة اللاتينية يدرس بها، يعني مفهمش واحد يجي مثلا يعلم ولده اللغة اللاتينية من الصغر متاعه، ولا العربية يعني يتعلمها وقت يكبر ويولي يشعر بها، أما في الحياة العادية يتكلم عادي. يقولوا لي لغة القرآن هي لغة قريش، رغم أن هذا مشكوك فيه، معناتها لأن القرآن وقع عليه ياسر تطورات وتحويرات. المهم عثمان قرر باش يجمع القرآن على لهجة واحدة هي لهجة قريش، ولكن لا يمنع أن في القرآن هناك آيات مثلا مذكورة بلهجات أخرى، مذكورة بلهجات أخرى، على خاطر مثلا ما رجعوهاش للغة قريش. هذاك علاش تو نحكيو في آخر الفيديو هذه على المشكلة اللي موجودة في مسألة القرآن، كيفاش معناتها فما أخطاء وغيرها من الأمور، ولكن عندما ترجع للغة متاع المنطقة هذيك اللي كتبت بها هذيك الآية تلقاها ماهيش أخطاء 100%. المهم شعلينا احنا في المسألة هذه. المهم عثمان معناتها الذي فعله يعني وحد القرآن على حسب لهجة قريش، وحرق ومنع جميع الصحف والقرائن الأخرى، وعمل نسخات يعني يقولوا 6 يقولوا ما نعرفش قداش، وبعثهم للولاد وأمرهم باش يقراوا القرآن اللي هو معناتها وافق عليه واللي وافقوا عليه اللجنة اللي هو عملها. المهم تنجموا ترجعوا للمصادر باش تاخذوا التفاصيل، أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل
والاسماء وكل شيء، نجموا ترجعوا للمصادر كان تحبوا تبحثوا حول هذه المساله. اذا عثمان فتخالف هنا ابو بكر وخالف عمر وخالف فهمت محمد، يعني الزم الناس بقراءه واحده، الزمهم انهم يقراوا بطريقه واحده وان كل الطرق الاخرى ممنوعه، رغم اللي كما قلت خالفه بعض الصحابه، ولكن هذا ما اتفق عليه المسلمين، اللي النسخه اللي عندنا توا هي جي من المصاحف اللي كتبها عثمان، اختار 6 كتابات. يعني شنو معناها 6 كتابات؟ يعني طريقة كتابة الحروف العربية، احنا نعرفوا اللي فما كتابة أهل الحجاز يعني مكة، فما كتابة أهل اليمن، كاين الكتابة الكوفية اللي ظهرت متأخرة، المهم ما نحبش معناتها ندخل في التفاصيل هذه. لكن هنا المسألة، القرآن اللي موجود عندنا توا، هل هناك دليل تاريخي على أنه يعود لعهد عثمان؟ يقولوا في الأول في بداية القرن بعض المستشرقين خاصة الروس قالوا أن مصحف سمرقند يعود إلى عثمان، أو المصحف اللي موجود في مصر، ويقولوا حتى فيه قطرة من الدم متاع عثمان، ولكن هذا كلام ليس منطقي وليس علمي، لأن هذه النسخة تم تحليلها في هولندا على حسب الكربون وتأكد أنها تعود إلى تقريبا 200 سنة بعد موت يعني محمد أو حتى أكثر. نعرف احنا الكربون يغلط ساعات في 100 سنة في التاريخ. المهم إذا القول أن نسخة سمرقند هي أقدم نسخة وأنها تعود إلى مصحف عثمان هذا غير صحيح، فليس لنا أي نسخة تعود إلى عهد عثمان، أي نسخة ما فماش. النسخة الوحيدة اللي نجمو نقولوا هي أقدم نسخة قرآن الآن ثابتة علميا، يعني هي النسخة اللي لقاوها في اليمن في الجامع الكبير، ونعرفوا احنا الجامع الكبير كان كنيسة وأمر عبد الملك بن مروان بترميمه وجعله جامع. هذا الجامع القديم جدا في عام 1972 لقاو فيه مكتبة كبيرة تحتوي على نسخ من الكتب ومن القرآن، وطلبت الحكومة اليمنية من مستشرقين ألمان باش يدرسوا هذا الكتاب، وبالفعل بدأت الدراسة في الثمانينيات وتواصلت البحوثات، ولكن مع الأسف حتى فما يقول أن المصحف هذا اختفى، لأن السعودية لا تريد بحث علمي حول القرآن وحول الدين الإسلامي، ميساعدهاش أنهم يعرفوا الحقيقة، خاطر هذه النسخة متاع اليمن لو نشوفوا على حسب التقريب أنها تعود تقريبا لمائة سنة بعد موت محمد، يعني في عهد عبد الملك بن مروان، وقت نشوفوها مش منقطة، احنا نعرفوا اللغة العربية قبل فهمت، يعني ما تفرقش من بين الحاء ومن بين الخاء ومن بين الداء ومن بين الذاء، يعني ومن بين الطاء ومن بين الظاء والضاد، يعني ما فماش تفريق. إذا هما يقولوا اللي فهمت الحجاج هو اللي أمر بشكل القرآن، ولكن هذا ليس له أي دليل علمي، لأن هناك نسخ كما قلت لك هذه نسخة اليمن اللي تقريبا 100 سنة بعد موت محمد يعني توجدت وماهيش مشكولة فهمت، والعرب قبل كانوا معناتها يعرفوا يقراوا يعرفوا، أما احنا توا نقراوها ما نجموش نفرقوا، لازم واحد يكون مختص خاصة كتابة أهل الحجاز. كتابة أهل الحجاز ما تنجمش تفهمها أصلا فهمت. إذا هذه فكرة أن قرآن سمرقند يعود إلى عهد عثمان هذه فكرة خاطئة، وإنما أقدم مصحف موجود هو متاع اليمن، واللي قالوا ما نعرفوش عليه فين. المهم أي بحث علمي دائما السعودية تقف ضده، هذا من جهة، من جهة أخرى فما بحوثات متاع مستشرقين ومتاع علماء في علم اللغة وعلم فهمت الكتابة القديمة العربية، ولكن مع الأسف المسلمين ما يطلعوش عليها، وأكثرها تلقاها بلغة ألمانية ولا بلغة إنجليزية، وهو ما عندهمش يعني المعرفة باللغات هذه، ولم يتم ترجمة البحوثات متاعهم للغة العربية. مع الأسف تعرفوا الترجمة صفر في العالم العربي الإسلامي بين قوسين. إذن هنا يعني المعلومة ما هيش واصلة للمسلمين. إذا يقول العلماء اللي الأحرف أو القراءات لا تبدل المعنى،
كما قلت لكم هذا عندها أمر غير صحيح. صحيح كما قلت لكم مثلا اللهجات تختلف وكل شيء، لكن فما كلمات عندها معنى مختلف من منطقة لمنطقة. يعني نجم تكون مذكورة بمعنى معين عند أشخاص، ولكن عندما يسمعوها أشخاص أخرين تظهر لهم معنى آخر، وهذا معروف في اللهجات اللي موجودة احنا عندنا توا. هذه مسألة واضحة. مثلا نضرب مثال معناتها على بعض الأمثلة في اللغة العربية القديمة. مثلا فما مثلا قبيلة لا تنطق الألف واللام، مثلا تقول لك صفاء الجو، تبدل اللام بميم تولي صفاء أم جو. يعني وتنقول لك صفاء أم جو، شنو باش تفهم منها؟ وهي المقصود بها صفاء الجو، لأنه يبدلوا حرف الألف بميم. فهمت؟ أي حرف موجود الألف، مش الألف واللام، اللام برك، اللام يبدلوها بميم. إذا أنت جرب أي كلمة، فهمت؟ بدل فيها حرف اللام ميم، تولي ما عادش تفهم اللغة. يعني تتبدل كليا. مثلا طاب الهواء، طاب الهواء، كيفاش ينطقوها؟ طاب أم هواء، أم هواء، طاب أم هواء، الهواء تولي أم هواء، الجو تولي أم جو. إذن هذا معناته اختلاف كبير، فهمت؟ يعني لازم واحد معناته يكون مختص يعني ولا يفهم اللغة هذه. هذا مثلا مثل مثلا فما بعض القبائل الكيم المؤنث يردوها شيء، كما مثلا في العراق مثلا مثلا يقول لك كلب يقول لك تشلب، تشلب، فهمت؟ مثلا كعبة تشعبة، فهمت؟ يبدلوا الكي المؤنث يردوها شيء. مثلا نضربكم مثال، مثلا إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، معناتها هذية هما ينطقوا الكي شيء. اصطفاك تولي اصطفاشي، وطهرك تولي طهرشي، اصطفاشي وطهرشي، يعني لغة أخرى هذه، فهمت؟ لغة أخرى. هذا مثل. فما قبيلة أخرى تبدل الحاء بعاء، مثلا حتى ما تقولهاش حتى، تقولها عتى، عتى. يعني شوف معنى الاختلاف، وهذا معنى ترجع للمصادر العربية، اللغة العربية موجودة هذه. كذلك علاش قلت لكم أنا اللغات اللهجات العربية في الجزيرة العربية اللي هي أكثر من 20 تعتبر لغات مستقلة. والإسلام جاء قضى، وبفعل عثمان قضى على كل اللهجات أو اللغات العربية. يعني رأوا في الحقيقة العرب قبل أن معناتها يقضون على لغات أخرى، سواء في سوريا، سواء في العراق، سواء في مصر، وحتى معناتها حاولوا أن يقضوا على الأمازيغية في شمال أفريقيا، وحاولوا أن يقضوا على الفارسية وعلى التركية. أول ما قاموا به هو القضاء على كل اللغات الموجودة في الجزيرة العربية، واللي اليمن تعتبر معناتها هي أم العروبة. هما العرب يعني العاربة، ليس العرب المستعربة، يعني قضوا لهم على لغتهم وأجبروهم باش يتكلموا بلهجة قريش. رغم هذاك الكل توا نلقاو خلافات موجودة في الجزيرة العربية، ولكن اللغات الأصلية هذه كلها ماتت. يعني هي عملية إبادة، إبادة لتراث إنساني. اللي قام به الإسلام في الجزيرة العربية هي إبادة، وفي المناطق الأخرى اللي احتلها صحيح تمكن معناتها على القضاء على كثير من اللغات في المنطقة، ولكن لم يتمكن مثلا على القضاء على الكردية أو الفارسية أو التركية أو الأمازيغية. ولكن في المناطق اللي موجودة فيها الجزيرة العربية وما حولها قضاء على كل اللغات الأخرى، وترك إلا اللغة بتاعه. هذه هي معناتها مسألة. مسألة أخرى، القرآن اللي احنا توا موجود عندنا، فهمت؟ هذا القرآن اللي موجود توا ولا الطباعة وكل شيء، وتنجيو نقراو نلقاو فما ياسر مثلا مصاحف، مانيش نذكرهم الكل، فما اللي يقول لك مثلا مصحف فلان مصحف مولان، والكلها يقول لك هي أحرف، فهمت؟ بعضهم يقول لك لا هذاك في طريقة التجويد، بعضهم يقول لك لا هذيك معناتها تبديل ولكن عدم معناتها الابتعاد عن المعنى، ولكن هذا غير صحيح. انا مش ناخذكم مثال بسيط، هو ما يسمى بمصحف حافص ومصحف ورش، فهمت؟ هذوما معناتها زوج مصاحف اللي معناتها تنجيو نقراو فيهم
نحلوهم نلقاهم اللي هو مأخوذين من مصحف عثمان. يعني صحيح يقول لك بعض يعني كيفاش يكونوا زوز مأخوذين من مصحف عثمان والخلاف من بينهم، يعني من بين مصحف حفص، هذا زوز مصاحف اللي موجودة توا عندنا، يعني مصحف ورش موجود في السنغال وموجود في المغرب وموجود حتى في تونس وفي الجزائر، وقت تجي تقارنه بمصحف حفص تلقى مئات الاختلافات. صحيح ياسر من الاختلافات معناتها ما يغيروش في المعنى، ولكن هناك كثير من الخلافات يغيرون في المعنى كليا. انا باش نضرب بعض الامثله لكي معناتها الانسان يفهم كيفاش هذه الخلافات، رغم اللي يقول لك مثلا بعضهم تمشي تسال وتقول له كيفاش فما خلافات وكيفاش الزوز كتب مكتوب معناتها ماخوذين من مصحف عثمان، شنو يجاوبوك المسلمين يعني علماء المسلمين بين قوسين؟ يقول لك ما هو عثمان كتب 6 مصاحف كل واحد بخط فهمت معين فهمت، وهذا مصحف ورش ماخوذ من مصحف من مصاحف عثمان اللي مثلا ارسلوا لمصر، والاخر ماخوذ من مصحف من مصاحف عثمان اللي ارسلوا للعراق، وهذا كذب. ومع ان المسلم وقت يسأل سؤال للشيخ نتاعو ويجاوبه يأخذه معناتها مسلم وصدق الله العظيم، ولا يذهب ويبحث وحده ويفكر وحده ويحاول باش يفهم، لا ياخذه مسلم اذا ما يبحثش. هذاك علاش المسلمين يتصورون في الوقت الحاضر ان القرآن اللي موجود بين يديهم توا هو واحد وما فماش نقص حرف واحد. باهي فما بعض علماء المسلمين يحاولوا باش يعطيو تفسير، يقول لك كما قلنا في النسخ والمنسوخ ان الله هو الذي تكفل مدة 1400 سنة على حفظ القرآن، وهو اللي معناتها برعاية منه نسى آيات قرآنية ونسى صور، وبرعاية منه أمر عثمان باش يحرق المصاحف، ومعناتها تحت رعايته هو والجنود نتاعو من الملائكة وكل شيء باش يوصل لنا القرآن هذا. هذا القرآن اللي عندنا لو نرجع للتاريخ نتاعو ما عندوش أكثر من 1000 سنة، يعني 1100 سنة كان طارت، هذا أقدم قرآن. فهمت؟ يعني مأخوذين من مصادر 1000 سنة، يعني نجم نقولوا 200 سنة، هم يقولوا اللي معناتها السنة تكتبت بعد 200 سنة، أنا نتصور السنة تكتبت بعد أكثر من 200 سنة، وأن القرآن تكتب تقريبا بعد 200-300 سنة. فهمت؟ وكانت الفترة متقاربة بيناتهم بين كتابة القرآن وكتابة السنة. المهم مش علينا في المسألة هذه، لكن يعتبر القرآن هو أقدم مصدر إسلامي. لا نقاش فيه. على حسب معناتها كل اللي وقع عليه من نقصان، من زيادة، من تزوير، من تبديل، على خاطر راهو القرآن ماهوش صنع واحد. لو نعطيه القرآن لأي إنسان مختص فما توا فما علم معناتها معروف، هو هذا العلم انك تعطي الانسان كتاب فهمت ويدرس هل هذا الكتاب كتبوه واحد ولا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة. كان نعطيه القرآن لأي واحد مختص في هذه العلوم تو يظهر لك اللي القرآن كتبوه ياسر أشخاص وصلحوا فيه وبدلوا فيه وغيروا فيه وزادوا فيه باش يوصل لنا توا. بعضهم من العلماء المسلمين يقول لك هذيك كلها برعاية إلهية ولازمنا ناخذ القرآن كما هو توا. لا نقاش فيه. باهي احنا توا واش عندنا؟ ما نحبش نذكر كل المصاحف، نذكر ورش وحفص. رغم اللي السعودية تحاول معناتها أن تقضي على مصحف ورش ومعناتها وتوزع في القرآن وتطبع فيه بالملايين فهمت؟ وتوزعه مجانا لكي تقضي على كل المصاحف الأخرى التي تعتبر على بين قوسين قراءات. ولكن مثلا عندما نجيو نحلوا مصحف ورش تنجموا تشوفوا على الإنترنت وتقراوا تلقاو فيهم خلافات. خلافات تبدل المعنى. احنا ناخذ في السوره الاولى الحمد. الحمد هذه معناتها يقراوها المسلمين 17 مره اقل شيء في الصلاه نتاعهم كل يوم. في كل ركعه. نلقاو مثلا في مصحف يقول مالك يوم الدين، وفي مصحف في المصحف الاخر يقول ملك، وهنا فما فرق من بين المالك والملك. صحيح هو معناتها حاجه بسيطه ولكن تغيير المعنى. لاني انا كي نكون مالك لملكي فهمت يعني حاجه مالكها نكون مالك عليها بطبعي، بينما عندما نكون مالك يمكن ما نكونش مالك، يعني يمكن يكون نصبوني. يعني هل الله مالك ولا ملك؟ هل هو مالك يوم الدين او مالك يوم الدين؟ هذا مثل يعني تبديل
معناتها لو نرجعوا للعربية فما فرق كبير جدا، هم يقولوا لك علماء المسلمين بين قوسين ليس هناك فرق، لا فما فرق. وانا نذكر لكم ثلاثة أمثلة رغم اللي فما مئات الأمثلة. مثل آخر مثلا، أفلا ينظر إلى العظام كيف ننشرها، في الآخر تلقاه وكيف ننشزها. النشور والنشوز فما خلاف من بيناتهم، ما تنجمش تقول لي ما فماش خلاف. آية أخرى، فهمت؟ لولا دفاع الناس بعضهم ببعض، والأخرى الدفع، فما فرق بين الدفاع والدفع، هي ألف صحيح ولكن تغير المعنى، وإحنا نعرف اللغة العربية نقطة نقطة تنجم تغير المعنى. إذا لو ناخذ القرآن كما يدعى المسلمين أنه نزل بلاش حروف، كيفاش كتبوه المسلمين بلاش حروف، يعني نجم أنا الجي ردها حا والحا ردها جي والدي ردها ذي ونبدل المعنى كليا للقرآن. إذا القرآن معناتها ماهيش حاجة معناتها أكيدة، نجمو يعني نلعبوا بها كما نحبوا. صحيح توا مع ظهور ما يسمى بالمطبعة وتم طبع القرآن، صحيح أن كان نسختين مثلا بين نسخة حفص وورش فما نقول لكم مئات الاختلافات، صحيح كثير منهم لا يغير المعنى، ولكن فما شكون يغير المعنى كليا. فما آيات مبدلة فيها، يعني انتوما تقولوا فهمت اللي القرآن لو عمره تزور وتفتخروا على الأديان الأخرى اللي انتوما معناتها ربكم هو اللي يحفظ القرآن، وهذا كذب في كذب. رغم هذا الشيء كله أنا منحبش ندخل في المتاهات هذه، أن نعتبر معناتها النقاش مع المسلمين في مسألة القرآن صحيح مش صحيح، نقص وما نقصش، الأخطاء النحوية ما تنجمش ما تنجمش. علاش؟ على خاطر العلماء أعطوا تأويلا لكل شيء. مثلا لو تجيب له تقول له فما آية قرآنية هذه فما خطأ في العربية، يقول لك إيه عاد شبي شنو فهم؟ لأن هناك النحو الخاص بالقرآن وهناك النحو نتاع اللغة العربية الفصحى، فهما حطوا نحو خاص بالقرآن، هذه حاجة. حاجة ثانية يقول لك لا هذيك على حسب القبيلة الفلانية كانوا يقولوها هكاك، كانوا يقولوها بالطريقة هذيك. إذا باش تدخل مع مسلم في النقاش على الأخطاء في القرآن اعتمادا على هذه معناتها مغالطة، ويقوم بها بعض المسيح مع الأسف، فهمت؟ يعني مغالطة على خاطر يجي يقول لك شبيها هذه تنصب وهذه ما تنصبش، وهذه في اللغة العربية ماهيش معناتها غلطة. هي من ناحية اللغة العربية الفصحى الأكاديمية اللي يقرأوا بها هي غلطة، ولكن بالنسبة للقرآن ماهيش غلطة، ماهيش غلطة، فهمت؟ وإلا مثلا هذا مثل من الأمثلة، يعني هذه متاهات. ولا نجيو مثلا نحكيو حول مسألة آيات ضاعت آيات مش ضاعت، يا سيدي حتى المسلم يلقى لك تفسير يقول لك النسخ والمنسوخ، الله أراد أن هذيك الآية تضيع، إرادة الله، فهو يقول لك معناتها هو اللي حافظ القرآن. يعني في الخلاصة مع المسلم ما تنجمش توصل لحتى نتيجة، لأن العلماء نتاعهم شنو هي خدمة العالم هي؟ نتاع المسلمين ولا نتاع أي أديان؟ هو أنه يرقى ويجد التأويلات ويبدل ويزيد ويعمل باهي. توا احنا توا عندنا قرآن قدامنا، هذا القرآن اللي موجود قدامنا، ما نشبش ندخلوا في متاهات الأخطاء النحوية، وما نشبش ندخلوا في المتاهات كما نقولوا احنا الآيات اللي ضاعوا واللي نقصوا واللي تزادوا واللي هي من الشعر واللي هي من أقوال أشخاص أو صحابة أو أشخاص، وإلا تكتبت من بعد ولا تزادت من بعد، احنا شيهمنا. احنا توا عندنا القرآن قدامنا اللي أغلبية المسلمين يؤمنون إن الله حفظه مدة 1400 سنة، واللي ضاع منه واللي تنسى منه والأخطاء متاعه الكل هذيك هو الله أراد ذلك بإرادة ومشيئة إلهية. إذا فنناقشوها من القرآن اللي هو قدامنا توا، ما نقعدوش معناتها ندخلوا معاهم في متاهات باش نقولوا لهم اللي القرآن اللي معناتها القرآن متاعهم غلط ولا مش غلط. هذه أساليب المسيح اللي يعملوها ديما باش يقنعوا المسلمين زعما اللي حتى القرآن محرف، خاطر ديما المسلمين يتفوقروا على المسيح، احنا قرآننا مش محرف، كتابنا مش محرف، وانتوما كتابكم محرف. إذا هذوما المسيح باش يقنعوا المسلمين اللي قرآننا محرف باش يدخلوهم للمسيحية، فهمت؟ المهم أنا معناتها نظن الموضوع واضح، حول الحروف هي المسلمين يقولوا لهجات، ولكن كما قلت اللهجات يمكن أن تكون نفس الكلمة بنفس النطق ولكن عندها معنى آخر، كما يمكن أن تكون نفس الكلمة
فهمت بنطق آخر وعندها نفس المعنى. والقرآن هذا اللي موجود من بيناتنا توا رغم اللي الاختلاف من بين حفص وورش شعلينا في المشكلة هذيك، ناخذ احنا القرآن اللي اغلب المسلمين يعتبروه مقدس ونحاولوا باش نناقشوه معاها ونشوفوا هل هذا كلام إله وإلا ليس كلام إله. هذا شنو باش نبداو في الفيديو القادم، كل مرة ناخذ آية معينة وناخذ تفسير نتاع المسلمين سواء القدامى والإجماع أو الحادثين، ونحاولوا باش نفهموا الآيات المهمة اللي فيها خلافات واللي نشوفوا شنو معناتها نجم نستنتجوا منها بطريقة موضوعية وواضحة. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلامة.